أنجب مرسي جميل عزيز ابنا واحدا هو مجدي وثلاث بنات، وكان مرتبطا ارتباطا وثيقا ببيته وأولاده. وكان بيته في الزقازيق الصالون والمنتدى الأدبي لكل أدباء الشرقية. وقد ظهر ارتباط مرسي جميل عزيز ببيئته وببيته في أغانيه التي تعطي صورة مجسمة ناطقة لأسرة يغمرها الحب ويسودها التماسك. التصوير الفوتوغرافي كان الهواية المفضلة لمرسي جميل عزيز بعد كتابة الشعر، وكان يمتلك أحدث أجهزة التصوير وأدواته والكتب التي تناولته بالبحث، بل كان يقوم بنفسه بتحميض وطبع وتكبير الصور التي يلتقطها. وقد صور آلاف الصور، منها صور لأولاده وصور لمناظر طبيعية يبدو فيها جمال التكوين أو جمال الطبيعة، ومن هنا ملك القدرة على الرسم بالكلمات. وكان من الطبيعي أن تلتقي سيدة الغناء العربي أم كلثوم بكلمات فارس الأغنية ملك الكلمة الرقيقة مرسي جميل عزيز، وكان أول لقاء بينهما في أغنية سيرة الحب، ثم فات الميعاد، ثم ألف ليلة وليلة. وقد لحن اللقاءات الثلاثة بليغ حمدي.